هذا الإحصاء سوف يمكن الولاية من تحديد وبدقة ما هي الإمكانيات التي توفر عليها في مجال العقار الفلاحي، في مجال المنشآت الفلاحية، وكذلك تمكننا كذلك من تسطير ورق الطريق مستقبلية باتجاه تدعيم قطاع الفلاحة على أن تخطط مستقبلا سياسة الفلاحية على ضوء النتائج المتوصل عليها في قطاع الفلاحة. ربما سوف ندعم القطاع في مجال الري الفلاحي، كذلك المكننة العصرية. هذه العملية الكبرى الدور الهدف الأساسي لها هو التعريف بجميع المستثمرات الفلاحية ورقمنة القطاع، كما تكشف هذه العملية على القدرات التي تحتويها الجزائر والنقائص الموجودة في القطاع، وهذا ما يسمح للسلطات العليا باتخاذ قرارات رشيدة من أجل تطوير القطاع وترشيد السياسة في ميدان الفلاحة.